بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في هذه الحملة التحسيسية اللي نظمت في هذا المركز الصحي، جينا كنمثلوا المجلس العلمي المحلي لإقليم النواصر باش نديروا التوعية للناس، لأن الناس المرضى ديال السكري فملي كيكون قريب رمضان كيحتاجوا لهذه التوعية هذه، لأن كثير منهم راه ما يديروش يعني بالتعليم، لا بالتعاليم الطبيه ولا بالتعاليم الدينيه، يعني كيخرقوا يعني ما كي حيت الانسان خاصو يعرف بان الصحه اللي عطاها ربي سبحانه وتعالى خاصو يحافظ عليها. الا ما قدش يصوم او لا قال ليه الطبيب ديالو ما تصومش خصو ما يصوم، لان الفتوى ديال المفتي هنايا كتبع التقرير الطبي، التقرير اللي داروا الطبيب الشرعي، الطبيب اللي هو اللي كيعرف يعني الصحه ديال المريض هو اللي كيبني عليه المفتي الفتوى ديالو. من ناحيه كتكون مضاعفات كيكون هذاك الشيء خطير، وراه الانسان خصو يحافظ على الصحه ديالو وقايه من هذوك المضاعفات الاخرى اللي غادي يمشي ليها، اللي نسال الله السلامه والعافيه يمكن الانسان يفقد الحياه ديالو. والانسان الا فقد الحياه ديالو في هذه الحاله وبسبب منه هو، راه هو كيتحمل المسؤوليه عند الله عز وجل، وهذا ما لا يريده الشرع ولا الطب ان شاء الله. قالوا لنا كاينه حمله ديال السكر، وجينا عبروا لنا السكر ودار والطنسيون وحيدوا لنا الدم ديال التحليلات، داروا لنا التحليلات ديال الدم. استقبلوكم مزيان؟ استقبلونا الله يرحم الوالدين مزيان، استقبلونا. شنو عندك في السكر؟ عندي 2 غرام و26. عندك تاخذ شي دواء؟ تناخذ الدواء. زين عليك بالريجيم و ها؟ قال لي دير الريجيم. الخزان دابا قلبوا لك الخزان؟ الخزان دابا مازال ما قالوا لي شحال فيهم. انت كتتبع على هذا الشيء؟ اه فين كتتبع؟ انا نتبع، تناخذ الدواء من الجماعة، الدواء من الجماعة، والتحليلات اللي بغينا نديرهم تنديرهم في مختبر لي. جينا لهذ الحملة سمعنا بأن كان السبيطار ديال السكر وداك الشيء ديال الخزان، وصافي جينا الحمد لله. أنا عبرت بعدا كنصعب عندي السكر، ما عندي والو الحمد لله. إيوا الناس اللي عندهم هذاك الشيء راه متبعين دابا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا قبل كل شيء كنبغي نشكر جمعيه سفراء السلام للطفوله والشباب اللي خدات هذه المبادره مع بشراكه مع الجماعه الترابيه للنواصر والمركز الصحي الحضري للنواصر، وايضا الهلال الاحمر المغربي اللي قاموا بتحاليل طبيه للناس في اطار رمضان، الناس ديال السكري. كانت حملة تحسيسية للناس ديال السكري، المرض بالسكري، لأن مع قرب رمضان كيف ما كتعرفوا أن الناس السكري كيكون عندهم عدة تساؤلات، واش نصوم رمضان أو ما نصومش، ولا صمت كيفاش ندير الدواء، شنو اللي نقدر ناكل شنو ما نقدرش ناكل. ولاحظنا أن احنا كأطر صحية أن الناس ملي كتقول له ما خصكش تصوم رمضان ما كيقبلش، وكيقول لك ما يمكنش، أنا عائلتي كلشي صايم ونسابي ولادي وأنا ناكل حداهم ما يمكن ليش. وارتأينا باش فعلا كترتب على مضاعفات، ذاك الشيء ارتأينا ان نجيبوا ممثل ديال المجلس العلمي المحلي باش ينصحهم في الشق الديني، باش عرف بان الى صام وما ميمكلوش ما خصوش يصوم، وان الطبيب كينصحوا بانه ما يصومش، وهو رغم ذلك كيصر على الصيام، ان ذاك الشيء مضر لصحته، وان غادي يخرج ابخي غامضون غادي يدير دي كومبليكاسيون ديال السكر، مضاعفات كبيره وغيهلك بالصحه ديالو. والحمد الحمد لله المحاضره ديال ممثل المجلس العلمي لقات استحسان كبير من طرف الساكنه، وكان ايضا تحسيس من الشق الصحي، وعرفناهم على شكون اللي يمكن له يصوم شكون اللي ما يمكنلوش يصوم، انواع ديال الى صام شنو الاجراءات اللي خصو يتخذ، وكيفاش يقدر يدير الدواء ديالو، وكيفاش يستعملو، كيفاش الاكل اللي يمكن له التغذيه ديالو كيفاش خصها تكون في رمضان. وايضا كنشكر جميع من ساهم في انجاح هذا اليوم التحسيسي، وكنشكر مندوبيه وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه لاقليم النواصر على الدعم ديالها والتشجيع ديالها لانجاح هذا اليوم التحسيسي، وكنتمنى ان مثل هذه المبادرات تكرر عده مرات، وشكرا. في اطار الانشطه التي تنظمها جمعيه سفراء السلام للطفوله والشباب، واستعدادا للشهر المبارك
الذي هو على أبواب شهر رمضان المبارك، وبتنسيق مع المركز الصحي بالنواصر ومجلس العمل الجماعة والسلطات المحلية، أبت الجمعية إلا أن تقوم بيوم تحسيسي لصالح مرضى السكري. كما لا يخفى على الجميع أن هاد الناس هاد المرضى هذا يعانون يوميا، وبالتالي شهر رمضان كيكون شوية صعيب عليهم. من هنا جت عملية تحسيسية، أهمية هذه العملية التحسيسية التي سيستفيد منها شريحة كبيرة من ساكنة هذه المنطقة. هي مناسبة لتقديم الشكر الجزير للأطر الطبية وعلى رأسهم نعيمة الدكتورة نعيمة هدي، وكذلك المندوب ديال وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورئيس مجلس عمالة مجلس جماعة النواصر وقائد ملحقة الإدارية النواصر على المجهودات الكبيرة التي بذلوها لصالح هذه الشريحة من المرضى من ساكنة هذه المنطقة.